أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. استشهاد مدنيين في قصف لطائرات التحالف على مديرية الوزعية بتعز. سامح الله قائد المنطقة. المخلافية يتهم قائد المنطقة العسكرية الرابعة بإعاقة وصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة تعز. مواجهة عنيفة في صرواح، والجيش والمقاومة يسيطران على منطقة الأشقري. أهلا بكم. قال مصدر محلي لقناة بلقيس أن مدنيين استشهدوا في قصف لطائرات التحالف في مديرية الوزعية بمحافظة تعز، وأضاف المصدر أن الغارات أطالت المدنيين ومواقع تابعة للميليشيا في المديرية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الوزعية القيادي في المقاومة فضل الحيقي. مرحبا بك سيد فضل. وتتحدث الأنباء عن استهداف مدنيين في الوزعية، ما صحة هذه الأنباء وما هي تفاصيلها؟ نعم، السلام عليكم. اليوم حدث استهداف لسيارة أحد المواطنين يدعى جميل جيلح. نعم. وكان معه أفراد بالسيارة، وتم استشهاد في هذه السيارة 4 أفراد، السائق وابنته واثنين، وهناك البقية جرحى. طبعا الغارات تستهدف مواقع أخرى، تستهدف أماكن تجمعات، تستهدف عربة اليوم كانت في منطقة حناء دمرتها، تستهدف أماكن مواقع مهمة، مواقع للميليشيا. هذه من ضمن الأخطاء، مواقع للميليشيات. نعم، تستهدف مواقع للميليشيات، وهذا يعتبر من يعني خطأ، حدث خطأ من ضمن الأخطاء الذي تحدث للطيران. نعم. وهل ما زالت هذه الغارات مستمرة؟ الغارات مستمرة لا الآن، من قبل العصر لا يوجد غارات، لكن هذا حدث قبل الظهر. ماذا عن المواجهات في الميدان؟ يا أختي الكريمة، الوازعية أصبحت منطقة صراع، صراع للميليشيات والمقاومة. نعم. المقاومة موجودة في المواقع المطلة على المديرية من جهة الجنوب ومن جهة الشرق ومن جهة الغرب، والميليشيات في وسط المديرية، والصراع الآن في مركز المديرية. تسقط القذائف، تسقط الصواريخ، تسقط كل شيء. اليوم الميليشيات تحتشد وتجمع القوات، لا أدري لماذا. هناك قد يكون لديهم أهداف أخرى، أما مديرية الوازعية الآن معظمها بأيديهم، لكن تحشيد هذه القوة لماذا لا أدري. لكن أقول بأن المعنويات مرتفعة لدى المقاومة، مرتفعة وعالية، ولا يمكن أن يتنازلوا عن مواقفهم التي سطروها من قبل ويسطرونها. لكن أحذر اليوم، أحذر من أن الميليشيا تستخدم في الوازعية أسلوب الترغيب وطلب بعض المشايخ والشخصيات بإرجاع الناس والنازحين إلى قراهم. يريدون أن يؤمنوهم، يريدون أن يقولون بأننا نريد أن نؤمنكم، لا نريد منكم شيء. فهم يريدون أن يستخدمون المواطنين كدروع بشرية، يريدون عودة المواطنين، فهم الآن يبذلون قصار جهودهم في هذا الجانب. فأحذر المواطنين من عدم الانجرار وراء ما يطلبونه منهم الميليشيات. نعم. إذن أيضاً يا أختي الكريمة، نعاني نحن في الوازعية من قلة السلاح، من قلة الذخائر، نعاني من نقص في كل شيء المقاومة، وإلا لما دخلت الميليشيات في الوازعية. هم يحاولون منذ 4 أشهر وما استطاعوا، لكن الآن عندما حدث نقص وضعف
لم يدخلوا إلا على جثث الأبطال، على جثث وأشلاء الأبطال الذين سطروا الملاحم عندما كملت عليهم الذخيرة وكذا، ودخلوا المديرية. نعم، شكرا فضل الحيقي، نتمنى أن تصل رسالتك وتجد من يصغي لها. فضل الحيقي القيادي في المقاومة، كنت معنا من الوازعية، شكرا جزيلا لك. لقي عدد من عناصر الميليشيا مصرعهم في هجوم استهدف حاجز تفتيش في منطقة اللصيب بريف محافظة تعز. وقال مراسلنا إن وحدة خاصة من اللواء 35 مدرع نفذت الهجوم في المنطقة التي تعد طريق إمداد للميليشيا بين مديريتي ماوية ودمنة خدير. وفي تعز قالت المقاومة الشعبية أنها أفشلت تسللا للميليشيا بمساندة من الجيش الوطني في منطقة المكمدة. وأضافت في بيان لها أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا. إلى ذلك قصف الحوثيون مناطق في ظبي أعبوس وجبل شوكة بالمدفعية بالتزامن مع مواجهة مسلحة مع المقاومة. هذا وقال قائد المقاومة في تعز الشيخ حمود المخلافي إن قوات التحالف ستبدأ تقديم الدعم العسكري للمقاومة في تعز عبر الإنزال الجوي. وأكد المخلافي في حوار تلفزيوني أنه بحث في الرياض عددا من الملفات، أبرزها ملف الجرحى البالغ عددهم قرابة 12 ألف. واتهم المخلافي قائد المنطقة العسكرية الرابعة بإعاقة وصول 10 دبابات إلى مدينة تعز. ولو وجد الدعم لرأيت أسود الحالمة قد وصلوا إلى إب في أيام قلائل. لم يكن دعم المقاومة في تعز لغزا يحتاج إلى من يفك رموزه، لكن الحوار المتلفز الذي ظهر فيه قائد المقاومة حمود المخلافي كشف الكثير من الغموض ومن يقف وراء عرقلة دعم هذه المحافظة. طبعا كلامنا بالنسبة للدعم هو جاءت تصريحات الرجل الأكثر جدلا في الداخل، ربما صادمة لمن لم يكن يدرك هذه المواقف الملتبسة لبعض القيادات العسكرية التي تحدث عنها، حتى بدت وكأنها مؤامرة مكتملة تترك فيها تعز وحيدة في مواجهة مقصلة حرب تحشد لها قوات المخلوع وميليشيا الحوثي كل طاقتها التسليحية وتقصفها بلا رحمة. قصد الرجل عدن وعاد حتى دون وعود، أيضا توجه إلى مأرب والجوف، واليوم يستقر في أرض الدولة الراعية الرسمية للتحالف العربي المملكة العربية السعودية. ليبدو الرجل وكله أمل بأن تلقى تحركاته هذه آذانا صاغية لإنقاذ تعز ودعمها عسكريا. في لحظة ما تزال هذه المحافظة تخسر خيرة شبابها في معركة إسناد الشرعية واستعادة الدولة المختطفة، دوائر متعددة اشتركت في هذه العرقلة، وكل مرة تشير أصابع الاتهام إلى شخصية معينة، فمن رئيس الحكومة المقال حديثا خالد محفوظ بحاح إلى قائد المنطقة العسكرية الرابعة أحمد سيف اليافعي الذي اتهمه المخلافي بشكل صريح بأنه كان وراء التراجع عن الدعم الذي خصصه التحالف لتعز، كتلك التي تحدث عنها 10 دبابات لم تتلقى منها المقاومة إلا واحدة، لينتهي حينها حلم الدعم. واليوم يبدو الرجل ولسان حاله يقول كأن الأصدقاء خذلونا قبل الأعداء. وفي تعز أيضا اتهم مواطنون في منطقة بني بكاري في جبل حبشي عددا من المشائخ بالتواطؤ مع الميليشيا والسماح لهم بالدخول إلى المديرية. وقال المواطنون إن أحد المشائخ ويدعى أمين المنصوب سمح لعناصر من الميليشيا بالتمترس في المنطقة، ما قد يشكل تهديدا لقوات الجيش والمقاومة في منطقة الضباب. ولمعرفة المزيد ينضم إلينا من جبل حبشي الصحفي صابر الجابري. مرحبا بك صابر، ما صحة هذه الأنباء التي تتحدث عن وصول مسلحين حوثيين إلى المنطقة بالتواطؤ مع مشائخ؟ أولا الشخص المذكور في خبركم السابق ليس شيخ منطقة بني بكاري، وإنما هو شخص متهم بجلب مسلحين يتبعون ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع الصالح الى المنطقه تحت مظاهرات متعدده.
ما حدث اليوم هو وصول مسلحين يقارب عددهم 10 أفراد، وكانوا يستقلون طقم عسكري إلى وصل إلى منطقة بني بوكاري عند حوالي الساعة 2:30 ظهرا. المسلحون ادعوا انهم يتبعون اداره امن مديريه جبل حبشي، وطائره اخرى يدعون انهم يتبعون المقاومه الشعبيه وانهم مكلفون بقبض نزاع اراضي بالمنطقه. لكن وصول هذا الطقم عليه بعض المسلحين الذين لهم علاقه مع الجيش الحوثي وصالح بحسب ابناء المنطقه اثار الشكوك لدى المواطنين في حجره بني بوكاري، ما جعل ابناء المنطقه يستقلون اجراءاتهم ويقومون بالانتشار تحسبا لاي طارئ. طبعا ما يزيد الشكوك ايضا ان وصول مثل هذه المجموعه المسلحه الى عزله بني بوكاري التابعه لمديريه جبل حبشي، وصولهم اليوم جاء بعد نحو شهر من وصول مجموعه مسلحه يقدر عددهم ب 13 شخص وينتمون الى الشيخ القذري الداعم لميليشيا الحوثي وصالح والمعروف باسم عبد العزيز السعودي الذي يعمل بمنطقه الكند البرحة غرب مدينه تعز. طبعا ابناء المنطقه اليوم وهم يرون مثل هذا التواجد المسلح في هذه العزله المهمه بمنطقه الحبشي يطالبون قياده المقاومه والجيش المسؤولين في الجيش الوطني باتخاذ الاجراءات اللازمه والحمايه القصوى سيد صابر لعدم الزج بالمنطقه في صورة الصراع. نعم سيد صابر، وصول هؤلاء المسلحين او تواجدهم في المنطقه هل سيشكل خطرا على جبهه الضباب؟ بالطبع مثل هذه المجاميع المسلحه وتواجدها تحت اي مبرر في عزله بني بوكاري وفي هذه المنطقه في تواجدها في مثل هذا التوقيت يعد خطوره على منطقه جبل حبشي بربطها باعتبار هذه المديريه مديريه عمق للمقاومه الشعبيه والجيش الوطني، وكذلك لانها تحادث منطقه الضباب الذي يقوم بها الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه معارك ضروسه ومعارك متواصله مع الميليشيات الحوثي وقوات المقلوع صالح، وكذلك بعد ان استطاعت المقاومه الشعبيه تسجيل انتصارات لمواجهتها مع هذه الميليشيات نكشى ان يكون تواجد هؤلاء المسلحين قد يكون بدايه لارتكاب ما تقوده الميليشيات الحوثي وقوات المقلوع صالح، وبالتالي نكون امام مفاجاه لربما، وبالتالي ابناء المنطقه هنا ابناء بني بوكاري من الحدود المقاومه الشعبيه قياده المقاومه الشعبيه والجيش الوطني للتنبؤ. وصلت الفكره سيد صابر. نعم اذا صابر الجابري الصحفي كنت معنا من جبل حبشي، شكرا جزيلا لك. وفي تعز أيضا تسببت الحرب التي شنتها الميليشيا بوفاة 643 حالة من مرضى السرطان، وذلك بسبب تعرض المركز للقصف المستمر. مراسلنا حمزة أمين والتفاصيل. يظل مرضى السرطان في هذه المدينة الأشد معاناة والأكثر ضررا من الحرب الدائرة في البلاد، فبعد أن تم إغلاق مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية بعد أن دمر بالكامل بسبب القصف المركز عليه من قبل الميليشيات والمعارك العنيفة التي شهدتها الأحياء التي يقع فيها، مما اضطر إدارة المركز وبإمكانيتها البسيطة إلى نقل المركز، وبسبب عدم توفر المواد اللازمة والأدوية الطبية وضيق المكان، الأمر الذي أدى إلى عدم القدرة الاستيعابية لجميع المرضى، مما أدى إلى وفاة 643 حالة مرضية خلال العام المنصرم. هناك 5600 حالة مرضية كانت تتردد على مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية في محافظة تعز، والذي كان يعتبر النواة النموذجية لبناء مستشفى نموذجي لعلاج الأورام السرطانية في إقليم الجند. لم يتردد إلا 2700 حالة مرضية في عام 2015، توفى منها 643 حالة مرضية. وعلى الجانب الآخر من المدينة تسعى المبادرات الشبابية في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال المصابين بهذا الداء بطرق مختلفة، فتارة بالأسواق الخيرية وتارة أخرى بالمهرجانات الفنية. قمنا بالتعاون مع العديد من المبادرات في محافظة تعز
وبالتنسيق والشراكة مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بإقامة الطبق الخيري والمهرجان الخيري لدعمهم الذين هم يعتبرون الأشد الفئة الأشد ضررا في الحرب ومنذ بداية الحرب حتى الآن. زرع الابتسامة على هؤلاء الأطفال والعمل على بث روح الأمل في حياتهم في ظل الوضع الصعب الذي يعيشونه واجب على المجتمع ككل، ليكون الشعار كما جاء في العنوان أمل يتخطى الألم. تظل المبادرات الشبابية هنا تبحث في كل الطرق من أجل دعم مرضى السرطان الأكثر معاناة والأشد تضررا في ظل الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. تمكن الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية من تحرير جبل الأشقري خلال معركة عنيفة اندلعت مع الميليشيا في مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وقال مصدر محلي أن قوات المقاومة تمكنت من التقدم الميداني في بعض المناطق التي ما تزال خاضعة لسيطرة الميليشيا في المديرية. عشية الهدنة المرتقبة تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة وبين ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع من جهة أخرى في صرواح، وهي آخر ما تبقى تحت سيطرة الميليشيا من مديريات مأرب. أعلن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملية عسكرية واسعة لاستعادة المديرية. مصادر في المقاومة أكدت أنها سيطرت على عدد من المواقع بينها موقع المصنع والذي يعتبر بوابة صرواح الشرقية وأجزاء واسعة من سلسلة جبال الأشقري المطلة على المديرية، فيما تتقدم المقاومة باتجاه مركز المديرية. ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع من جهتها أرسلت تعزيزات كبيرة إلى المنطقة، فيما تدور معارك عنيفة بين الجانبين تشارك فيها طائرات الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي. منذ أشهر بقيت صرواح مسرحا لمواجهات بين المقاومة والميليشيا، ولكن هذه المعركة تبدو الأخيرة في سلسلة المعارك هناك مع اقتراب طرد الميليشيا من المديرية وعودة الشرعية إليها. تأتي هذه التطورات على جبهة صرواح مع عودة المواجهات إلى جبهة نهم بعد هدوء في الأيام الماضية. المعارك التي تدور في هذه اللحظة لا تبدو مجرد تسجيل حضور للحصول على بعض المكاسب على طاولة المفاوضات، بل تبدو إشارة إلى تضاؤل التوقعات التي يمنحها المسار السياسي، وأن ما يجري على الأرض هو الخيار الذي سيمضي إلى النهاية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب الصحفي ذياب الشاطر. مرحبا بك سيد ذياب، والأخبار تتحدث عن تمكن قوات المقاومة من التقدم الميداني في بعض المناطق، هل لك أن تضعنا في صورة هذا التقدم؟ نعم، هناك عملية عسكرية قوية جدا بدأت في منطقة صرواح، وهي آخر المناطق التي زال يتواجد فيها بعض ميليشيا الحوثي وصالح. اندلعت المعارك في عدة محافظ في جبهة صرواح. الجيش الوطني المقاومة حقق تقدم لا بأس به حتى الآن، هناك سيطرة شبه كامل على جبل الأشقري الاستراتيجي الذي يعتقد الكثير أن هذا الجبل إذا تم السيطرة عليه بشكل كامل بأن مسألة تحرير بقية ما تبقى من مركز مديرية صرواح سيكون أسهل من ذي قبل. كذلك هناك تقدم في 4 مواقع في جبل الهيلان، ومصدر قبل قليل حدثنا أنه تم فصل جبل الهيلان عن جبهة المشح، وهذه خطة مهمة جدا في طريق معركة تحرير صرواح وجبل الهيلان بالتحديد. هناك عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في هذه العملية. المعارك لا تزال مستمرة، ويبدو أنها عملية تحرير مركز مديرية صرواح بحسب قائد عسكري، وبإذن الله هي ساعات أو أيام وحتى يتم تحرير ما تبقى من هذه المديرية التي ظلت طويلا تحت التواجد ميليشيا الحوثي وصالح. دياب، الحملة العسكرية التي تتحدث عنها وهذا التقدم في الميدان، هل يرافقه قوى عسكرية تتناسب مع حجم هذه المعارك؟ هل هنالك إرفاد مستمر لهؤلاء المرابطين في هذه الجبهات في جبهات صرواح؟ نعم، هناك حشد من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الأيام
الأخيرة، لكنهم هم الذين كانوا في جبهة الرباح. هناك إمداد نوعا ما للجبهة، يعني هناك مساندة من طيران التحالف، لكن ليس هناك يعني حشود أو آليات عسكرية نوعية. الأمور يعني بما يملكه الجيش الوطني والمقاومة من إمكانيات. لماذا دياب؟ لماذا لا توجد معدات عسكرية ثقيلة لدعم هذه الجبهات؟ باعتقادي أن هذا الأمر يرجع إلى قيادة المنطقة وقيادة التحالف والذين يدعمون هذه الجبهات. في جبهة الرواح لا يوجد إلا عدد من الدبابات القديمة جدا، يعني وتشارك في المعارك، يعني لنا بيئة جبلية فإن شاء الله تكون محدودة، لكن المعركة هي معركة المشاه، لكن ليس هناك كتائب قناصين، كتائب يعني للإمداد، كتائب. هذا الأمر يعني لا يزال بحاجة إلى مزيد من الترتيب حتى يتم يعني الاستفادة من الدرجة كبيرة في نجاح أي عملية عسكرية يتم إطلاقها. شكرا الصحفي دياب الشاطر، كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. وإلى عدن، حيث أفاد مراسل قناة بلقيس أن المدينة تعرضت لقصف يعتقد أنه بصواريخ كاتيوشا من أحدى المناطق في محافظة لحج. وقال إن القصف استهدف منطقة في مديرية البريقة حيث معسكر قوات التحالف، وكذا موقعا في مديرية المنصورة. وفي السياق ذاته نقل موقع عدن الغد عن مصدر محلي قوله إن عناصر مسلحة يعتقد أنها من القاعدة استخدمت عربة وقصفت مدينة عدن من إحدى المزارع جنوب مدينة الحوطة. وفي شبوة، أعلنت قوات الجيش الوطني تحريرها المرتفعات الداخلية المطلة على قرى الصفراء والخط الإسفلتي العام بمديرية عسيلان. ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن قائد اللواء 21 ميكا العميد جحد العولقي إن الجيش والمقاومة تمكنا من السيطرة على تلك المرتفعات الجبلية بعد تمركزهم فيها لأكثر من عام. وأضاف أن قوات المهام الخاصة تواصل تعقبها لعناصر الميليشيا التي هربت إلى المرتفعات المطلة على نقطة السليم. قتل أحد رجال المقاومة الشعبية في مواجهة اندلعت في جبل ناصة في محافظة الضالع. وقال مراسل قناة بلقيس إن مواجهة اندلعت أيضا على أطراف منطقة العود ما بين محافظة الضالع وإب. وإلى ذلك شهدت جبهة يبار وحماك اشتباكات متقطعة بين الميليشيا والمقاومة الشعبية. أصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في هجوم مسلح استهدف دورية لهم بمحافظة ذمار. وقال مصدر في المقاومة إن الهجوم استهدف الميليشيا في منطقة معبر وأسفر عن إحراق الدورية. وأضاف المصدر أن هذا الهجوم هو الثاني الذي ينفذه مسلح المقاومة في مديرية جهران خلال أقل من 12 ساعة، وحيث نفذوا قبله هجوما في منطقة رصابة. منذ سيطرة الميليشيا على الحديدة تعطل القطاع السياحي في المحافظة وأصيب أحد أهم مواردها بالشلل. ولم يقتصر الأمر على الوضع الأمني في المحافظة، بل باتت الألغام تشكل خطرا كبيرا على أبناء المحافظة والوافدين إليها. لم يعد هذا المشهد يستهوي الكثيرين في مدينة الحديدة الساحلية التي ظلت على مدى عقود وجهة للسائحين والزوار. عام منذ سيطرة الميليشيا عليها تسبب في تعطيل القطاع السياحي وإصابة واحد من أهم موارد المحافظة بالشلل. هنا على هذا الساحل باتت حركة السياحة غائبة وهادئة، كما هو حال هذه الأمواج، وحتى قوارب التنزه والخيول واستراحات الزائرين كلها أصبحت خاوية إلا من بعض المارة، خصوصا بعد انفجار لغم أرضي بسيارة إحدى العائلات الزائرة في ساحل منطقة النخيلة والتي زرع فيها الحوثيون كما هائلا من الألغام. تبدو السياحة في الحديدة الأكثر تضررا من غيرها بعد أن شهدت خلال السنوات الماضية إقبالا كبيرا من قبل الزوار من داخل البلاد وخارجها،
وحتى الأماكن الأثرية كالمساجد التاريخية وغيرها صارت خالية من الزائرين. بتفاصيل المدينة تبقى بعض المظاهر حاضرة وما تزال تحاول المحافظة عليها، كهذا الرجل الذي اعتاد على ترتيب الرياحين والمشاقر لتزيين وجه الأسواق التي تكابد هي الأخرى غياب الزائرين. ولو للحفاظ على ما تبقى من معالمها البسيطة كرسالة كانت تمتاز بها مدينة الفل والكاذي. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. تفشي بعض الأمراض في وادي حضرموت نتيجة الإهمال في شبكة الصرف الصحي. استشهاد مدنيين في قصف لطائرات التحالف على مديرية الوزعية بتعز. سامح الله قائد المنطقة أحمد السيف. المخلافي يتهم قائد المنطقة العسكرية الرابعة بإعاقة وصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة تعز. مواجهة عنيفة في صرواح والجيش والمقاومة يسيطران على منطقة الأشقري. أهلا بكم من جديد. تعاني شبكة الصرف الصحي في وادي حضرموت من الإهمال منذ أن تعرضت لإعصاري جبل وميغ، الأمر الذي كشف مدى هشاشة البنية التحتية وأحدث الإعصار أضرارا كبيرة في الشبكة، ما أدى إلى تفشي بعض الأمراض كالحمى الوبائية والفيروسية. تظل مشكلة الصرف الصحي إحدى أكبر المشكلات والعوائق التي تواجه المواطنين بحضرموت، وما خلفه إعصارية شابالة وميغ الذي ضرب سواحل حضرموت أكبر دليلا على هشاشة البنية التحتية. الإعصار أحدث أضرار كبيرة في البنية التحتية، نتج عنها تفشي للأمراض والأوبئة ليتصدر المشهد ويؤرق المواطنين كالحمى الوبائية والفيروسية التي أودت بحياة العديد من المواطنين وأصابت الآلاف. نعاني من المجاري، نعاني من النجاسة، نعاني من الأوبئة وانتشار الأمراض، الحمى الضنك وحمى الملاريا، فلهذا السبب ننظر للجهات المعنية في النظر في هذا الموضوع، ونعاني لسنين عديدة من هذا الأمر. ويشكو المواطنون الإهمال الكبير من قبل السلطات لإيجاد حلول لمشكلة المياه الراكدة التي تسببت بانتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة، ناهيك عن عرقلة حركة السير. نعاني يوميا من طفح المجاري المستمر بسبب أولا أن الشبكة الحالية أصبحت خارج الجاهزية بحكم أن الأقطار كان عند التأسيس قبل أكثر من 18 سنة بوضع معين، وأصبحت الآن زيادة في السكان لم تصاحب هذه الزيادة. بالمقابل المكاين الضخ، لأنه المشروع قائم على برنامج إعادة الضخ من المحطة النهائية. جهود ضئيلة تلك التي تبذلها الجهات المختصة يتحدث عنها المواطنون ممثلة بمؤسسة المياه والصرف الصحي لتفادي حدوث كارثة بيئية بمختلف مناطق وادي حضرموت. نحن في منطقة حضرموت نعاني من المجاري ومن الشوارع تتبند، ونعاني من كل أمور، يعني خصوصا ناحية النياري هذه نعاني منها بشكل كثير يعني. وبالرغم من الإمكانيات البسيطة والمحدودة إلا أن القائمين على هذه المؤسسة يبذلون جهودا جبارة من خلال عمليات الشفط المستمرة لمصادر المياه الراكدة. تظل مشكلة الصرف الصحي واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه المواطنين وتنذر بكارثة بيئية إن لم توجد لها حلولا عاجلة. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت. وإلى محافظة شبوة، حيث تحاول مؤسسات مدنية ومراكز شبابية برعاية السلطة المحلية معالجة الأثار النفسية للحرب عند الأطفال عبر إقامة أنشطة وفعالية ترفيهية وتوعوية، إذ شهدت الأيام الثلاثة الماضية مهرجان الطفولة الأول بالمحافظة والذي نظمه فريق بوادر خير الشبابي تخللته العديد من الأنشطة الثقافية والعروض التراثية والفنية. ساعات مع المرح عشاء أطفال محافظة شبوة في مهرجان الطفولة الأول الذي تشهده المحافظة. فهذه الفعالية التي ينظمها شباب حملة بوادر خير بمشاركة عدد من المنظمات المدنية والإدارات الحكومية وترعاها السلطة المحلية بالمحافظة
تهدف إلى إخراج الأطفال من الأجواء النفسية التي عاشوها خلال الحرب. تغيير الحالة النفسية للأطفال خصوصا بعد الظروف الحرب الأخيرة التي تسببت فيها الميليشيات الحوثي والفاشية، وتوفير مساحة آمنة لهم لإظهار مواهبهم وإبداعاتهم كل في مجاله وبأساليبهم الخاصة. تنوعت أنشطة المهرجان على مدى 3 أيام بين المسرحيات والوصلات الترفيهية والفنية المعبرة بنكهة التراث الشبوي، عبرت فيها البراءة عن رفضها لكل أساليب العنف وأدوات. تكمن أهمية هذه الفعالية في تغيير جو الأطفال من جو الحرب إلى جو السعادة والفرح، ونتمنى أن تكون هذه الفعالية سنوية. المعرض الذي يأتي ضمن أنشطة المهرجان تنوعت الأجنحة بين الصور والفنون التشكيلية والمجسمات والموروث الشعبي وأجنحة العناية بالطفولة والعديد من الأجنحة الإبداعية الأخرى. وهنا أيضا لم ينسى أبناء شبوه الوفاة لمحافظهم الراحل أحمد علي باحاك. في هذا اليوم نعيش فرح من نوع آخر، حرك في وجداننا شريحة كانت مهملة، كانت مظلومة، كانت تعاني من تبعات الحروب والمناكفات السياسية، شريحة الأطفال. بين إبداع الحاضر وأصالة الماضي تنوعت أنشطة هذه الفعالية، لكنها في مجملها تركز على محور الطفولة وحلم العيش بسلام. من محافظة شبوة لقناة بلقيس، إبراهيم حيدر. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استشهاد مدنيين في قصف لطائرات التحالف على مديرية الوزعية بتعز. سامح الله قائد المنطقة. المخلاف يتهم قائد المنطقة العسكرية 4 بإعاقة وصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة تعز. مواجهة عنيفة في صرواح، والجيش والمقاومة يسيطران على منطقة الأشقري. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.